تطورات الحرب الإقليمية نبدأها من الجبهة اللي في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي بيعلن مقتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان زي ما بتنقل صحيفة الشرق الأوسط. ونيويورك تايمز بتقول إن الضربات الأمريكية لم تضعف الحوثيين بعد القصف اللي حصل للحوثيين أو لمراكز قيادة وسيطرة حوثية في اليمن. نيويورك تايمز بتقول لا تزال الكثير من القدرات الهجومية للحوثيين سليمة بعد الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات أضرت بقدرة التنظيم على تنفيذ هجمات معقدة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، لكن تحديد الأهداف أثبت أنه يمثل تحديا حتى الآن. قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة تنفي علاقتها بإسرائيل. بيقولون ببساطة اللي عايز يعدي يا جماعة وإحنا ما بنتعرضلوش، ارفعوا لافتة تنفي علاقة السفينة، تقول إحنا ما لناش علاقة بإسرائيل وتمر بسلام. محمد جنبكلي أيضا حساب الصحفي التركي دكتور محمد جنبكلي بيرصد ويقول بدأت بعض السفن المتجهة إلى باب المندب تنشر أسماءها مع عبارة لا علاقة لها بإسرائيل في برامج التعريف وتتبع الخاصة بها على المواقع الإلكترونية. يعني اللي كان بيطلب بيه القيادي الحوثي كان البعض بيظن أنه هو من باب المبالغة أو مستحيل يحصل، ولكن بالفعل في سفن بدأت قبل ما تروح لمنطقة باب المندب تنشر أو تكتب جنب اسمها وملفاتها التعريفية لا علاقة لنا بإسرائيل في برامج التعريف والتتبع الخاصة بها على مواقع التتبع الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية. صدق أو لا تصدق، دلوقتي السفن علشان تمر بسلام من باب المندب بتعرف نفسها أن لا علاقة لها بإسرائيل بالفعل. وهكذا هو الحال، وهكذا استطاع الحوثي ولو بشكل ما أن يفرض واقع جديد في المنطقة على السفن اللي بتعدي من باب المندب زي ما الخبر بيقول.